السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم جيت معكم واحد الفطور اللي نوجدو دابا في الليل، يجي زوين احسن من ديال السقه تاني. دوك عندي نص كيلو ديال الفرينه فورس، بالفرنساوي راه كيقولوا فورس. دونك فوالا، وغادا نزيد عليه 50 غرام ديال السكر، 8 غرام ديال الخميرة ديال العادية، وهنا جوج بيضات ماشي كاملين. انا غنكتب لكم كاع المقادير لتحت، شوية ديال الملحة، وكاس ديال الحليب بارد. ونقولوا لصاحبتنا تعجن الله يكثر خيرها، واحد 10 دقائق في الفيتيس 4، ولا 10 دقائق. ومن بعد غادي نزيد عليها 50 غرام ديال الزبده، ونعاود ندوزها 10 دقائق اخرى، هذه المره في 6. ايوا عجن عجن عجن، صافي انت تشوفيها ولات هكا زوينه. كتوجدي اللاطا، كنديرو فيها بابي كويسون، نديرو فيه شويه، نرشوه بشويه ديال الزيت، زيت عادي. فوالا، ونحط هذيك العجينه. مني نحطها غنبدا نقلب فيها، يعني ندخل ليها في جنابها، فيها لداخل جنابها في الوسط هكا، ومن بعد نقرصها، ونحاول نقرصها كاري مربع. هنا راني مكونسونطري انا مع هذا الشيء، كونسونطري. ندير شويه ديال الزيت، وغادي نحط فوق منها البابي كويسون باش هكا ما تلصقش ليا. حتى لهنا القضيه سهله. من بعد دخلتها للفريجيدير واحد 20 دقيقة، تنخرجها تتولي فريمون قاصحة بحال الحلوة، وتنبدا نقطع في الطريفات. وكل طريفات غنقول لكم شحال فيهم في صندوق الوصف. فوالا، من بعد عندي واحد الطرف كبير اللي غادي نقطعو، هذا ديال لا كورون. هو هذا كتقول به كما كنديروا الخبز، دور 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 ونحطو. وهادو الطوال كنسرحهم، كنعاود نطوي ونطوي ونطوي، ومن بعد نروليهم غير شويه حسب الشبر هاك، غير شويه ونحطهم حتى هما في اللاطا. هادي باش غنديرو الضفيره، درت ثلاثه. وهنا الصغيورين هادو ثاني تا هما، دوري 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 هما، هادوك غنديرهم دابا. هادو اللي درنا هنا راه غنحطهم تا هما في الفريجيدير ابري. هادو تا هما كاين دوك الخبيزات الصغيورين، وكاين اخرين سكرين داكو. من بعد كناخد المول هادي اللي دهنتها بالزيت، وتنحطهم في هذوك الكبار هادو هكا. دونك تحطي فيها 8 ولا كما بغيتي ولا 6، وهادو نديرهم هنا هما دوك الصغيورين. ودابا كلشي غادي يمشي للفريجيدير 20 دقيقه. اوكي، كلشي يمشي 20 دقيقه. من بعد ملي كتفوت 20 دقيقه كنخرجوهم، كنبدا بالضفيره، كنورك هكا وكنطوي هكا عندي. ملي كطويها كتقلبيها
فوالا وتطوي من الجهه الاخرى اللي ما طويتيش، تورك عليها شويه وتتعاودي تطوي فوالا هاكا داكوغ. دوك طويت من ديك الجهه وطويت من هاد الجهه، جات وحده مخالفه الاخرى، ومن بعد نروليها. ومني تروليها تقدري تعبري بالمطلق لا طاي ديال المطلق، ها هما ثلاثه. ودابا غادي نطفرهم، انا ما كنعرفش نطفر مزيان، دونك المهم وحده جوج هكا والاخرى فحال كنطفروا الشعر طاك طاك فوالا. الطفريه ما تطفر ما تخافيش منها، طفري ومن بعد تسدي في القنت، وها هي جات الضفره على مزوينتها ونحطوها في اللاطه. الثانيه هذيك الخبيزه اللي قلت لكم كانت كبيره في الاول، تلقيها هكا على حسب يدك هكا، ومن بعد تديري حفره في الوسط هكا، ومني تتحفري تدي طوي. شوفي تطوي الطويه الاولى اللي بغى يدير فيها الشوكولاته الداخلي يديرو اللي بغى، ومن بعد تزيدي الطويه الثانيه، تبقي دوريها عندك وتطوي، وتزيدي الثالثه فوالا. شفتي تزيدي الثالثه، علاش قلت لكم اللي بغى يدير فيها الشوكولاته يقدر يديرو، مي هذه غير عاديه فوالا. الثالثه التدويره فوالا، هادي هي لا كورون فوالا. تتسديها مزيان من الجناب، تا كتسد كتعاودي تقلبيها فوالا، وتسدي مزيان دوك الجناب باش ما تحلش تولي لنا خبزة كبيرة فوالا. سد 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 فوالا، حيت هذا غادي يكون لتحت كاع ما تخافي فوالا. فوالا ها هي تسدات وتصوبات بحال الشفنجة، هما يقولوا كورون كورون، ما عرفت التاج يمكن. وديك الصغيورين هادي تندير فيها تاهي واحد حفيرة في الوسط فوالا، تا كنشوفها مزيان، وتناخد ديك الصغيورين وتن ندير في يدي هكا، ولكن خصهم يكونوا بحال هك بحال لفته بحال لفت. هذا هو المثل اللي جا في راسي، وتندخلها تما ونقلب ونجر هذيك ونحبسها فوالا. تلصق تلصق لصقها، وتنديرها في هذا فوالا. ها هي الاخرى تاني بغيت نديرها بكبر منها، دونك كيف كيف باغي حتى هي من لور تاك تاك تاك، ونلصق مزيان ونديرها في اللي عندكم الطبيصلات وداكشي ديريهم فوالا. دنت هذه شويه الطحين وحطيتها هكا. دابا هادشي صيفط خليته يخمر فوالا، من بعد 15 دقيقه شوفوا قداش ولاو. دوك تندهنهم بالبيض، يعني مركزة مني تيدهنو بالبيض، تنجيب المقاس ونصوبو هداك لاكورون تاج. تتبدي تقطعي 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 ودوري، دوري البلاطو ما تدوريش الكاطو، دوري البلاطو باش هاكا تبعي داك التقطيعة، ومن بعد تدخليهم الفران واحد 20 دقيقة ميم با، وتتخرجيهم غزالين فشفشين. شوفوا كيفاش دايره من الداخل، فنه انتي اللي مصوباها بيديك، عارفه اشنو فيها فوالا. ومن بعد خبيها في كونجيلاتور، وكل مره جبدي وقت ما بغيتي جبدي، وفطري بها في الصباح وبالصحه والراحه. هذه ليا انا كل مره نفطر بها. الوغ ولادي شوفوا اشنو كيعجبهم، باو الشوكولا ديال برا فيهم واحد البنه ما كتعجبنيش. بون ابيتي.